ويز وو وي وا 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 وو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أقوى أخبار عاجلة في العالم. وقبل لا نبدأ لا تنسى تشترك هاشتاق مرقان إلى المليون، انشر رابط ذا المقطع لإخوانك وإخوياك عشان تعمل بهجة والسرور في العالم، وبعد حط لايك، خلنا نوصل ذا المقطع لايك وفعل طقطقة التنبيهات. ناه والله الادمي ذا نوب، يبغى له تدريب، شكلي بفتح مدرسه لتعليم الطقطقه وفعاليات الفجعه. المقطع يمكن في فجعه يمكن لا، وفي شيء مهم. واو من زمان ما حطيت فجعه، وفي شيء مهم لازم اقوله. في الفيديو اللي فات قلت لكم اي شخص ينشب عطوه روبوت، وللاسف صنعت وحش. واحد كتب كومنت يقول انا احبك ما ادري ويش، بوم مليون روبوت بالهداوه. يا عيال انا قصدي اللي ينشب او السبام او اللي يشتركوا عندي بالله والسوالف ذي. وبعد اذا كان من جد تعليق اسبام او نصب تقدر تعطيه ديسلايك وتسوي لها بلاغ. وبس خلنا نبدا. مورغان احمد مورغان تعيش حياته بالمجان. مورغان احمد مورغان. اليوم عندنا اخبار بطعم اجنحه البقر. الخبر الاول عن اغنيه يوتيوبر جديده سي. اوكي خلنا نشوف الاغنيه ونقيم هل هي اغنيه كويس ولا هو ما جاء. خلاص لازم نتعلم اللغة المرقانية. في الصين يتكلمون صيني، في كوريا يتكلمون كوري، في اليابان ياباني، في إسبانيا إسباني، في تركيا تركي. خلاص في قناة مورغان نتكلم مورغاني. الأغنية ذي صحيت من النوم لقيت الكل يتكلم عنها، فقلت في نفسي أوكي ورجعت نمت، والحين صحيت عشان أشوفها. هولا نوفا خالد يلا قوم ويكند اليوم. أوكي من البداية هي قالت خالي ولا خالد؟ لأني ما سمعت كويس. إذا قالت خالي خلي خالك ينام سيبيه في حاله، واذا كان خالد خلي خالد ينام سيبيه في حاله. ذي تشتغل منبه ولا كيف؟ اول ما تطلع الشمس تيجي تصحي كل اللي في البيت. الحين كل ذولا صحيتيهم من النوم عشان يصوروا اغنيه ويكند اليوم. صغير كبير معزوم حيو قديم جديد يلا قوم صور سناب تميلح وراب. الحين في واجد حاجات ابغى افهمها. من متى ويكند يعني ما في نوم؟ بعدين تميلح وراب ما في احد يصحى من النوم يقوم يتميلح، وش القرف ذا؟ تعال على اللوكيشن بدون جوجل ماب عبي السياره فل. الحين خلكم من الكلمات اللي ب 4 ريال و37 هلله، بس عبي السياره فل؟ السياره ذي فيها ماكينه، ذي تشتغل زي السيكل من تحت، وزي السيارة ذيك اللي كنا نلعب بها زمان، عرفتوها؟ تسحبها لورا ويوم تتركها تمشي لوحدها. والله ماني فاهم حاجة، بس ايش بالرجال يسوي حركات غريبة زي كذا؟ زيف ام امها الراب وحماس، الاغنية من كثر ما هي بريئة تنعرض على سبيس تون بدون تعديل. الرجال جاء هنا بالغلط، شكله ضايع. اهم شيء النية، الروحة ولا الجية؟ على كيفها ذي اهم شيء النية؟ النية ذي في الصلاة، مو في السهرات والبارتيات والعياذ بالله. الحين الرجال ذا ليه ماسك ولاعة؟ يعني ذي قمة الفلة عنده. والله غاسل يدي من لبس ميكي ماوس ذا. رجع للولد ورجع ملابس الولد للرجال، ايش بهم ملخبطين؟ والله ماني فاهم شيء ولا ادري وش جالسين يسوون في الاغنية، وما ابغى اقيمها. البنت ذي ما هي جالسة تغني من الاساس، جالسة تسولف عادي. يعني الحين وانا جالس اتكلم وياكم احط اغنية في الخلفية وبس كذا صارت اغنية. يب هذا نفس الشيء اللي جالسة تسويه ذي البنت. انا ماني فاهم ليش اليوتيوبرز صاروا فجأة مغنيين؟ ترى مو بكل الناس عندهم موهبة، مو باي شخص يقدر يغني. يمكن عندك مواهب اخرى، دور على موهبتك الخاصة، يمكن رسم، يمكن أكل، يمكن النظر إلى الجدار، أي شيء مو بلازم تغني. الخبر الثاني عن الإمارات، الإمارات أطلقت مسبار باسم مسبار الأمل إلى المريخ. يس، لازم نروح على المريخ قبلهم، بس والله خبر جيد إن نقدر نستكشف المريخ. كفو يا الإمارات. الحين بس في شيء غريب، ذا إيلون ماسك يبغى يمشي المريخ. واحدة من 3 حصص العلوم اللي ركزت فيها كان مكتوب أن كوكب الأرض يحتوي على الأكسجين وباقي الكواكب لا تحتوي على الأكسجين. يعني شلون نمشي للمريخ؟ نفتح خياشيم؟ أنا من يوم شفت السيارة ذي تقول مدرعة ومدري ويش، وفي الآخر راح القزاز. ما في مشكلة، المهم الأخلاق. بس لو نقدر من جد نعيش في الفضاء، أنا أنصحه يفتح مدينة ملاهي زي ديزني لاند، عرفتوها؟ يفتح مدينة في زحل. مشاريع عظيمة. بس من جد ليش نروح الفضاء وفي أماكن في العالم ما فيها أحد؟ والله من جد ما أمزح. وفي كلام سمعته أننا إلى الآن ما اكتشفنا الكوكب كامل، ما حد يدري وش اللي في المحيط، حيوانات، جزر، ما حد يدري، ما حد يدري وش اللي داخل منطقة 51.
أنا يوم كنت صغير كنت أحسب إن بعد حارتنا كذا دولة جديدة، فهم كيف؟ كنت أحسب إني سافرت يوم أروح مع العيال. وش قاعد أقول أنا؟ وش دخل أم حارتنا في السالفة؟ الخبر الثالث عن سبوكي. سبوكي يوتيوبر قديم فتح قناته في سنة 2013، وأول فيديو كان زمان بس كان حذفه، حذف المقاطع القديمة حقتها. غريب، ما أدري إيش حذف مقاطع القديمة، كانت أسطورية، كانت شخصيته في المقاطع المطوع، مقطع بدون أغاني بدون سيئات، بس يوم نزل مقطع السبينرات كان ذا المقطع هو سبب المشاكل. سبوكي ولأول مرة يحط أغاني في الخلفية، الناس في الكومنتات انجنوا، لا كيف سبوكي حاط أغاني في الخلفية؟ وللأمانة أنا بعد تفاجأت يوم شفته حاط أغاني، وطلع في فيديو على قناة عبد الله النعيمي وقال السبب، والسبب هو إنه كان يصطنع شخصية المطوع، وذي المشكلة إن الناس تعودوا على شخصية المطوع، ويوم طلع بشخصية الصدقية الناس سحبت عليه ومشاهداته طاحت للأسف. وبعدها قامت حرب الراب بينه وبين باري وهالنودي، حرب بتسعة ريال وهلله. الزبدة بعد الحرب التعبانة ذي قام ينزل مرة ثانية ومشاهداتها بعدها ضعيفة، وقبل فترة بدأ ينزل حاجات غريبة، وبدأ ذي السوالف قبل أسبوع، وأول فيديو كان اسمه ما أبغى أقرأ الكلمات الغريبة ذي يمكن طلاسم، نزل أكثر من 10 مقاطع، والشي اللي جالس ينزله عبارة عن أغاني. ياب جالس ينزل أغاني، والناس بدأت تطلع نظريات أنها الماسونية وما أدري وش. يا رجال ماسونية وش؟ طلع في السناب وشرح كل شيء. أنا استوعبت أن اليوتيوب اللي أنا فيه إذا أنا طلعت بشخصيتي الحقيقية في ناس بتحبني في ناس تكرهني، يعني اللعبة المتاهة اللي أنا فيها هذه اللي هي بوب أبلود مقطع عقب المقطع يجي له لايكات ولا ديسلايكات، هذه بالنسبة لي شغل ومتاهة. يعني الموضوع كله في رأيي أنها مشاهدات، يلد مشاهدات كلها طقطقة، والموضوع أكيد واضح ويضايق، يعني أكثر من 3 مليون مشترك ومشاهدات أقل من 100 ألف. الزبدة ينزل الأغاني ذي ويكتب عناوين غريبة، والناس انجنوا إنها الماسونية تحاول أن تتغذى على الدجاج الخاص بنا. يعني بالله إذا يوتيوبر ماسوني وش بيسوي؟ السلام عليكم، اليوم بعلمكم شلون تصيروا ماسونيين ناجحين بدون روت. يا عيال بدون استهبال، بالله وش صار؟ أوف، ودي أتابع شيء خليني هابي. مبسوط أنت وياه، خلتوني حزين. Я сегодня тебе принёс не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии, а всего лишь петунии. Окей, الحين تمام. الخبر الرابع عن عبد الله النعيمي. نزل مقطع قصير وما قال ولا كلمة. كل اللي صار انه صور جزمته وانت بكرامة، وبعدها بدلته، بعدها وجهه، وحاط اكثر من ايموجي في العنوان. ومن ذي الإيموجيات إيموجي شخص، إيموجي مبنى، إيموجي سرير. خلنا نشغل عقلنا ونحلل. الفيديو كان فيه مبنى كأنه فندق، إيموجي سرير ومبنى كبير وشخص، يا أنه بيفتح فندق واللي ما أظنها تصير، أو أنه بيشتغل في فندق، وفي كل الأحوال الله يوفقه. الخبر الخامس عن أبو فلة. أبو فلة وصل 13 مليون وبصراحة خلصت جميع أنواع الاحتفالات، فأنصحك بمناسبة 13 مليون أنك تنزل مقطع شكر بسيط وخفيف، لأن الاحتفالات خلصت. الحين أي يوتيوبر بيحتفل بيجوا يقولون أنت تقلد أبو فلة. لا لا أمزح، ألف مبروك أبو فلاح ومنها للأعلى. الخبر السادس عن ملك الكيبوردات ناجي القاق. جاتها من شركة ما أبي أقول اسمها عشان ما أسوي لهم إعلان، 4 سيارات، وجلس يلصق عليهم شعارات قصدي شعارات ذيك الشركة اللي ما أبي أقول اسمها. الزبدة شيء مجنون. والخبر السابع لكم يا جماعة، شهر الخير رمضان قرب، ما أبغى أتكلم واجد، بس من الحين اكتموا جروبات الواتساب واستعدوا لشهر الخير، ولا احد يشرب مويه يوم يجي يتمضمض. خبرينا العلوم ذي، ولا تنسوا قراءة القرآن. في تحدي ان نوصل القناة 100 ألف مشترك قبل رمضان. يب يب، 1 مليون مشترك نهاية السنة و 100 ألف قبل رمضان، اكيد تقدروا. جيش الطقطقات، انشر القناة في كل مكان وقول لهم اشتركوا بدون تفاهم، اشترك بس وبس. شكرا لمتابعة المقطع، لا تنسى تشترك وتابعني في انستغرام وقناتي الاحتياطية تحت، وحط لايك وبس. سلام.